الو، السلام عليكم. الو، وعليكم السلام. الحمد لله، لاباس. بارك الله فيك. زهره اخرى من مراكش. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. بغيت نشكر بعدا الدكتور حيت هاد التقنيه الجديده اول مره نسمعو بها. انا اول مره عاد سمعتها في الراديو، ما كناش عارفينها، كنعرف غير لي باك. نعم. وتانا قال لي الوالد ديالي باش ندير لي باك، وبغيت نسول الدكتور بالنسبه لي باك شنو المده اللي يقدر يديريهم فيها. كاين اللي كيقول عام، كاين اللي كيقول ديجا. كتسولي على التقنيه الجديده؟ لا، هذا بالنسبه لي باك. داكور. شحال يقدروا يجلسوا، شحال نقدر نديرهم ديال الوقت. وقال لي الدكتور انه كاين اللي باك عادي فيهم انواع، كاين اللي باك كاين تيغاني. شنو الفرق بين هاد الانواع؟ هاد السؤال كنت بغيت نخلي ليه والخر. انت كبغينا تا نعرفو هاد. هذا هو المهم، حيت كنسمع واش هي غالية بزاف، واش ممكن اي واحد يديرها. وثاني حنا بالنسبة للناس اللي في مراكش، واش كاينين اطباء اللي كيديروها في مراكش، ولا مازال ماشي كلشي؟ وجي للدار بدا نشوفوك، جي زوري في الدار. الدكتور اللي يتبع معاك شخصو أكيد غنجاوب على كل أسئلتك، فقط أشاكي سوك. مرحبا فاطمة الزهرة، شكرا شكرا لك. تفضل تفضل دكتور. السؤال ديالها كان بالنسبة لشحال الفترة ديال التقويم الأسنان. الفترة ديال التقويم الأسنان كانت بصفة عامة كتتعلق بالحدة ديال العوجاج الأسنان. ممكن هذه الفترة تكون في 6 شهور إذا كان العوجاج خفيف، ممكن تكون 9 شهور، عام ونص، ولكن عامة حديمة نرجعوا عامة. نعم. بالنسبة لي أنا شخصيا ما بخيش كنبغي تريتمون يطول بزاف، وأنا تنحب التريتمون اللي تيكون فيه لا طول بزاف، عامين بالنسبة لي أنا، لأنه من بعد 20 سنة ديال 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 التقويم بان لي الطلب ديال الناس فين كاين. الناس باغين فيساء ريزولتا مزيان، وما يتعذبوش وما يتمحنوش. عام ونص كنظن، عامين الا كانت الحاله عاديه او متوسطه، عام ونص راه كافيه مع التقنيه الجديده باش يتقادوا سنان. هناك بعض الحالات اللي تيكونوا صعاب شي شويه، كيقدروا يتطلبوا حتى العامين، عامين ونص، وبعض المرات حتى لثلاث سنين. وسورتو الحالات اللي تيكون فيهم مثلا اللي تيكون فيهم تفاوت كثير، اولا ناب مغروس ما تيبانش، هادشي عوامل البيولوجيه ما تنعرفوش شحال الطلب غادي يطلب، الوقت غادي يطلب. عامه وكاع طب الاسنان المختصين كيشاركوني في هاد في هاد في هاد في هاد المده، عامين ولينا كنلقاو ريزولتا مزيان. كتبقى الخبره ديال الطبيب والنوع ديال 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 لي باك واش كيخدم، تيخليو انه يقدر يسالي في 18 موا حتى 24 موا. اون جينيرال بيرسونيلمون عندي واحد 20 شهر تقريبا، عام ونص وواحد شهرين باش كنسالي اغلبيه ديال ديال الحالات. رغم اختلاف درجات ديال الاحتياج لهاد لي باك، ولا عندك مدات لا هي على حسب التشخيص ديال 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 الحاله، ولكن الحاله اللي كانت شحال هذه كانت سالي بثلاث سنين، صدعنا نربحوا عام في لا دوغي دو تريتمون، يعني من ثلاث سنين هبطنا لعامين، ومن العامين هبطنا ل 14 شهر، ومن 14 شهر هبطنا ل 9 شهور، لان حتى المواد باش كنخدموا راه تطورات بزاف. اللي كان كيعطينا النتيجه في 6 شهور ولا كيعطينا دابا في 3 شهور. دونك شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ شنو الحاجات اللي تزادوا؟ الحاجه اللي كانت في 6 شهور ولا 3 شهور، شنو الاشياء؟ لا لا لا، بحال السلك اللي هضرتك عليه قبيله. السلك اللي حنا نقلناه من لانازا، السلك اللي نقلناه من لانازا هو السلك اللي عنده ميموار دو فورم، يعني تتكون عنده واحد الفورما، نديروا واحد لا فورم ديال القوس. هذاك القوس الا عطيتيه واحد الضغط في البرد كيمشي، ماشي يولي قوس، يمكن يولي بحال الشباكيه مثلا. نعطيكم مثال باش النسان يفهم. هذيك الشباكيه اللي درناها في الفم وبالحراره ديال الفم ديال 37 درجه، هذيك الشباكيه غتولي بحال القوس ديال 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 الحبوس. يعني من الشباكيه نقدروا نمشيو للقوس، لانه السلك عنده واحد لا ميموار اللي تيحرك بها السنان، وحتى القوه ديال الضغط كتكون خفيفه بزاف. ونرجعوا للكوتا كوت ديال الفلاحه اللي مهم بزاف. دونك السنان تي
قد ما صغرتي لهم الضغط قد ما ضغطتي عليهم قليل قد ما كيتحركوا في ساعة. والمثال العربي اللي تيقول لنا بالمهل كيتكلبوا دنجالينا هذه راه مطابقه على الاورثودونسي. باش نكون واضحين دابا اطباء الاسنان اللي كيسمعوني غيفهموني علاش كنهضر. لو فورس لو فريكشن لو فورس لو فريكشن سا فيدير اون انغلي سا فيدير اش بالانجليزي اجني يعني قوه ضئيله وضغط خفيف ما كاينش الحكان بزاف يعني ما تيكونش الفروتمون كثير. الا ما كانوش هاد العوامل هذا السنه كتمشي كتجري ولا ما كتكونش لا دولور. هذا هو اللي مهم بزاف والفتره الزمنيه كتكون قصيره بزاف. جيد. حيت الهدف من هادشي كله ان الباسيون ما خصوش يتعذب ويدير اي تريتمون هزل ما خصوش يتعذب ما خصوش يتمحن وما يساليش بلي باك ديالو وبالتريتمون ديالو عنده مشاكل اللي كتبقى كتضر في القلب لانه انسان سالا وقد سنان ديالو وكتخرج 14 عام يلا غيبدا الحياه ديالو سنانو كاع صفرين ولا مسوسين. ما تيعجبنيش الحال بصراحه. فعلا